نغم شمس حمراء تهاجم هلال طائرة حربية سقطت فانتهى الهجوم، الناس احتفلوا برمي طائرات لعبة بالسماء، حمدت الله عزباء من سوريا. شمس حمراء تهاجم هلال طائرة حربية سقطت فانتهى الهجوم، الناس احتفلوا برمي طائرات لعبة بالسماء، قعدوا يرموا ألعاب بالسماء، حمدت الله. مجرد ان انت تحمد الله، الله ينصركم بحق لا اله الا الله اخواتي في سوريا وفي جميع الدول العربية اللي فيها المشاكل والحاجات دي. طبعا لما تشوفي الشمس حمراء طبعا هي بتبقى في هجوم فعلا فعلا، وشفتي الطائرات الحربية وقعت، فدي كلها بتبقى داخلة فعلا في هجوم وحرب، لان الطائرات الحربية حرب حرب، والشمس الحمراء بيبقى خلاص يا حبيبتي، والشمس الشمس برضو الحمراء برضو من الرموز الغير مستحبة ابدا ابدا في الرؤى. بس لما انت تحمدي الله معنى كده ان في حدث هيحصل بعديه هتحمد ربنا فعلا، هيكون خير ليكو فيما بعد، هيكون خير ليكو فيما بعد، والاحتفال احتفال. فيا رب الحدث يمر بسلام، اللهم امين يا حي يا قيوم، لان الرؤية تقيلة شوية ما حبيتش ان انا اضيفها قوي، او اضيف او الحته الصعبه اللي فيها، بس الحمد لله ان في حمد لله، يعني بعد موقف صعب الدنيا هتظبط معاكم وهتحمدوا ربنا ان عجت على كده، ربنا يسترها.